السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نحضر معكم ان شاء الله بوزروك اللي غادي نديروه بالطريقه الاسبانيه اللي كيجي بنين وسهل بالنسبه للبنات اللي يعني كيبغيو يديروا بوزروك وما كنلقاوش هنا منقي. كاين منقي مي ماشي كونجلي، ما انا كنفضل هذا كيكون طري على الكونجلي. هنا عندي كما كتشوفوا الماء طايب اللي كي باقي ما طابش، يعني غادي نحتاجو الماء اللي غادي نديروه يغلى، ماشي ضروري تيبدا يغلى عاد غرميو، هذا غادي نرميو البوزروك ديالنا. هنا عندي 5 ديال الدروس ديال الثومه اللي بجلوفهم كنغسلوهم طبعا. هانتوما 5 ديال الدروس ديال الثومه غادي نرميهم في الماء. بوزروك من بعد ما نقيته غسلته ونقيته حيدت ليه داك، يعني كيكون فيه هنا كما كتشوفوا كيكون فيه داك هذا بحال الزغب بحال الربيع، الربيع يعني تيكون فيه الربيع، كنقيه كامل كنكرطو حتى كيولي لينا نقي بحال هكا. هانتوما كتشوفوا كله كيولي نقي، وكان يعني كنغسلو في الشبكه كنبقى نفض فيه. وهذا الا لقيتو شي وحده مقروده مهرسه ولا هادي ما ديروهاش، رميوها خليو غير اللي مسدودين بحال هكا تيكونوا. هانتوما كتشوفوا عندي هنايا الحامض، ناخذ نص حامضه غادي نقسمها على 4. حركة ناخذ ورقة سيدنا موسى 3، غادي ناخذ السودانية الحارة غادي نقردها هكا حتى هي باش يجينا شوية حار، نديرو شوية الكمون غير شوية ما تكتروش الماء. حنا كاين اللي كيفورو هنايا الاسبان تيفورو حتى هما ولا كيديروه بهاد الطريقة، انا غندير لكم بهاد الطريقة اللي غادي تعجبكم، انا متأكدة غادي تعجبكم. حنا في المغرب اصلا يعني ما قليل اللي في البيوت ديالهم هنا شوية ديال التحميرة غير شوية قليل، حنا اللي في البيوت ديالنا يعني في الديور كنديرو بوزروك بهاد الطريقة، حنا كنديروه ديما بشرمولة وهذا، ولكن الا جاو الناس هكا كنا دايرين الحوت وهذا نقدروا نقدموا البوزروك حتى هو بهاد الطريقة راه كيجي زوين. ها نتوما كتشوفوا هنا عندي الثومة الملحة ما درتهاش، الحامض غادي يطرق غيطلق داك الاسيدو ديالو مع بوزروك وغيكون هذاك هو يعني الملحه اللي نديرو. جانا ناقص من اللي نديرو راه غادي نديرو فوق منه شويه الملح، ولكن يستحسن ما ديروش الملحه. عندنا الثومه ورقه سيدنا موسى شويه الكمون وشويه ديال التحميره والسودانيه الحاره. دابا ملي دار لينا هاد المغلى شويه غادي نهزو ولكن غير بشويه باش ما يتهرش لينا البوزروك، غندور نرميو هكا حبه بحبه. هانتوما وحنا كنحركو بحال هكا، هانتوما ملي ضفت هاد المكونات ديالي ضروري ما نحركو هكا بشويه باش ما يتهرش. غادي نسد الكوكوط ملي تصفر واحد 10 ديال الدقائق غادي نطفي عليه، نحسب 10 دقائق وغادي نطفي عليه. هانتوما غنسد الكوكوط دابا. اللي بغات عندها وريقه تاع المعدنوس ماشي القزبر، المعدنوس ترميهم ومن بعد غادي تحيدهم كباقي العناصر اللي ضفنا. غادي نسد على الكوكوط ديالي، ها هي سديت عليها، غادي ندير البوطه هي هذيك مقاده وغادي ان شاء الله ندوزو نتلاقاو باش نشوفو البوزروك ديالنا من بعد ما يطيب. البوزروك ديالنا بعد ما طاب هانتوما كتشوفو كيتحل، شوفو كيفاش كيصبح، يعني عنده 10 ديال الدقائق تيكون واجد كيجينا ساهل باش
يعني باش نحيدوه، كيطيح راسو من يعني كيطيح راسو من هذا من القشره ديالو، ما كيبقاش يعني ما كيبقاش هذا ما كيبقاش لاصق. هانتوما كتشوفوا وزروق يعني كيصبح لينا ساهل بزاف لواحد الدرجه، ما يعني ما غاديش نتعذبوا معاه. ولا بالبنات اللي كيقول لك لا راه ما عندناش هنا ولا هذا، خذوا هذه الطريقه وتقدروا يعني تاخذوه طري وديروا ليه هذه الطريقه ومن بعد ديروا ليه الشرموله ديالو. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. هنايا بعد ما نقينا البوزروق هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، كنحيدوا ليه الجلوف. دابا غادي نديروا ليه واحد الزيت اللي غادي نديروه من الفوق. المهم انا هذا ماشي طبق تقديم، خديت ديك الثومه اللي سلقناها فيه هانتوما كتشوفوا، غنزيد عليها شويه ديال الكرافس، شويه كما كتعرفوا البوزروق راه سخون والكرافس حتى هو سخون، وعندي شويه ديال القزبر والنعنوس اللي انا غادي نستعملو يعني من يستحسن يكون طري، انا ما متوفرش عندي، غادي نستعملو غير هكا يعني مجمد. غندير شويه زيت الزيتون، واحد القبيصه ديال التحميره غير شويه، غير بحال غنوسخو الزيت، غنشعل عافيه وغادي نخلي هذيك الزيت والقزبر والمعدنوس ديالنا والكرافس يذوبوا شويه. راكم كتشوفوا راه سلقناه بهذيك اللقامه والحامض والثومه، يعني حنا هادو غير باش غادي نديرو الطبق ديالنا النهائي باش يجي ما ينقلوش بوزروق بحال هكا. من بعد ما الشرموله ديالنا غير سخنات شويه غادي نزيد نعصر واحد شويه الحامض باش من بعد ما نديروهش من الفوق ولا هذا. هانتوما كتشوفوا غادي نحيدها، ما خصهاش تحرق ليكم، خصها تبقى بحال هكا. غناخذ بوزروق ديالنا، انا درت هنا جوج غير تزين، وغادي نضيف بوزروق، هذا هو طبق التقديم. على هكا على هذا الشكل، وغناخذ هذيك الشرموله غادي نحركها مزيان، اللي عندها الكروفيت ولا هذا وبغات تسلقوا وتزيدوا حتى هو على هذا الشكل. ملي كتاكلوا ديك الثومه ربع يعني هذا طبق اللي هو سخون، يعني ماشي شي طبق اللي شلاضه ولا هذا، يعني طبق صحي. هانتوما انا غادي نخدم بحال هكا باش الثومه وربع ينزلوا لكاع المقادير ديالنا. هانتوما على هذا الشكل، غناخذ نطفو الطبق ديالنا، غادي نزينو واحد شويه نعطيه واحد اللون الاحمر. الطبق ديالنا ديال البوزروق هو هذا، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ويعجبكم الاقتراحات ديالي اللي وجدت معكم، يعني راه ثلاثه الفيديوهات انا خليت لكم باش تشوفوا يعني كلهم هاد الفيديوهات سجلتهم في نهار واحد يعني غدانا، غير انا قسمته لكم على ثلاثه باش ما يجيش الفيديو طويل وكل فيديو يكون ديال واحد الحاجه اللي هي مختلفه على الاخرى. كنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ما تبخلوش عليا من التعاليق ولي لايك والبارطاج اللي كيهمني بزاف باش القناه ديالي تزيد ونخدم عليها اكثر واكثر. وهذا الشيء ما تنطلبوش منكم يعني امر ولا هذا، هذا الشيء فضل، والفضل ديال القناه بانها تقبلات وكل شيء يعني كيف كيرجع لكم نتوما والفضل الله سبحانه وتعالى. خليتكم في رعايه الله ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.